ويا بني دوب بك، يا بني دوب بك منجا. هنعمل ايه؟ والمنج طايب وطبلي، واللي ما جاش كمنجا ولا كانش عول في طبلي، معجونة بوصل كمنجا يدق بيه الضبابلي. عندنا اسم هنا اسمه أم يوسف. فين أم يوسف؟ مش رح نسعى مع حضرتكم الشاعرة الأستاذة أمال الموت. تفضلي. أحيي العفصة أستاذة مسعيتي وحضرتها وأستاذة نسرين. أحيي الحضور. هقول مقطع من مسرحيتي سلسلة عمدة الدوار، سلسلة حسنة الدوار العمدة من بلاك الفلاح. حسنة بتقول للعمدة: عمدي سد البيبان للريح وطاطي، اوعى كان يشبه عياطي، وخبي البنات كده تحت غاطي، وبيع صباطي وادرع حدالي وبيع صباطي، خليه كريم وعيشه ببطاطي، اصل اللئيم يحب القلاط، وعاد تخبي طقس البلاطي وتسقي العيال شوية عباطي، أو يوم تفرشل وتجيب هواطي لتفطر سرير وتغمس بطاطي. أول فصحى نسيم القدر حذرت رحالي وليلي سفر، فنادى جوادي لوقت السمر، فرحت ألبي الندى في الصحر على موعد بيننا والقمر. فلما اقتربنا لرسم الزهر لقلب نقشناه منذ الصغر، همتنا برفق لصغر الشجر، حضرنا ربيعا شتاه احتضر، لغصن تدلنا بحلو الثمر، تبسم نجم ثناه انتثر، ومر نسيم رماه القدر، قطفنا رحيقا شجاه انتشر، ولما التقينا بوقت النهار، ولما التقينا بوقت النهار، ملأنا الجفون بصمت حضر، بقلب عليل فقاه الكدر، روينا غراما هواه انتصر، لحلم يداعب طيف الوطن، ختمنا عهودا بكحل النظر، حذرت رحالي وليلي سفر، وبعد الوداع بكى المطر، وبعد الوداع بكى المطر.